أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن، والبداية من سوريا، حيث قتل 40 عنصرا من عناصر ما يعرف بالدولة الإسلامية، بينهم 4 من قادة التنظيم، في غارة جوية روسية قرب مدينة دير الزور في شرق سوريا. وقالت وكالة الأنباء الروسية إن من بين القتلى أبو محمد الشمالي الذي يعرف بأنه أمير دير الزور. من جانب آخر، نفت الولايات المتحدة تصريحات روسية ذكرت أن مروحيات أمريكية أجلت قرابة 20 قياديا من التنظيم من محافظة دير الزور السورية. وكانت وكالة ريا نوفوستي قد نقلت في وقت سابق عن مصادر عسكرية ودبلوماسية روسية أن عملية الإجلاء جرت في أغسطس آب الماضي. وينضم إلينا من غازي عنتاب الصحفي في شبكة فرات بوست صهيب جابر. سيد صهيب، يعني هل هناك تفاصيل يعني عن العملية التي أدت إلى مقتل هؤلاء القياديين في دير الزور؟ نعم، بداية تحية لكم والسادة متابعي التلفزيون العربي. كانت العمليات وعمليات القصف من قبل التحالف ومن قبل الطيران الروسي مستمرة على دير الزور في الفترة الماضية، وأيضا تكثفت وزادت هذه العمليات، زادت نعم وميليشياته باتجاه دير الزور. كانت هنالك انزالات عسكريه وايضا استهداف لمناطق نفوذ داعش من قبل التحالف ومن قبل طيران النظام ومن قبل الطيران الروسي خلال هذه المعركه، وهذا التزامن ان دل على شيء فهو يدل على ان هذا القصف المكثف في نفس الوقت هو دليل على تنسيق ما بين كل هذه القوات الجويه. كانت المعلومات في الفتره الماضيه دقيقه عن استهداف قياديين في تنظيم داعش. كانت ايضا هنالك عمليات انزال تم من خلالها أسر الأمير المالي في المنطقة. أيضا كان هنالك عمليات إنزال أخرى الهدف منها كان هو استرداد عملاء للتحالف ولأجهزة الاستخبارات من داخل صفوف تنظيم داعش وأخذهم إلى أماكن غير معلومة. وأيضا كانت هنالك عمليات إنزال هدفها بدء معارك وعمليات قصيرة مع تنظيم داعش في كما حدث منذ يومين في مدينة الميادين و في الريف الشرقي بشكل عام، 3 انزالات كانت في نفس النهار. الان نود ان ننوه الى نقطة لو سمحت لي، يعني بخصوص ما قال هنالك تضارب للانباء بين المناطق التي فك الحصار عنها. نعم. هذه المساعدات دخلت بعد فتح الممر من اللواء 137 باتجاه الاحياء المحاصره، ولكن هذه المواد الغذائيه تم بيعها للاهالي بعكس ما اعلن النظام عبر اعلامه بان هذه المواد الغذائيه ستقدم للاهالي الذين كانوا محاصرين. الاهالي فقط هم من كانوا محاصرين، ولكن قوات النظام كانت تصلها امدادات وذخائر ومواد غذائيه عن طريق طائرات شحن اليوشن من الجهة الروسية، وأيضا كانت تصلها عن طريق برنامج الأغذية مواد غذائية وسلال نعم. شكرا غذائية جزيلا إلى صهيب جابر الصحفي في شبكة فرات بوست، يبدو أنه لا يسمعنا، شكرا جزيلا لك.